ذكروا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الخوارج الذين قاتلوا عليا، وتعلمون الخوارج أنهم كانوا في الأول يقاتلون مع علي ضد معاوية رضي الله عنهما جميعا، ثم إنه لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم لإطفاء الفتنة انقلبوا على علي وكفروا عليا وكفروا معاوية. الخوارج كفروا الطرفين واستحلوا دماء المسلمين، ولذلك فتنة الخوارج من أعظم الفتن وأقبحها، لأنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله قال يقتلون المسلمين ويسالمون الكفار، وهذا هو الواقع. إذا تأملت وجدت هذا هو الواقع في الخوارج، مع أن الخوارج لو نظرنا إلى عبادتهم القاصرة يعني المقصورة عليهم لرأيناهم من أكمل الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم إنكم، ويخاطب الصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وقراءتكم عند قراءتكم، يعني أنهم أكمل منهم في اللفظ، لكن يقول عليه الصلاة والسلام إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا وثبته فيها يا رب العالمين. يقول لا، إن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وإنهم لا يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الرمية مرق منها بسرعة وطلع، هم يمرقون من الإسلام كذلك.